أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية مواصلة التعاون الدولي مع منظمة الأمم المتحدة والدفع به نحو آفاق أوسع بما يعود على مسارات العمل بمزيد من التطوير على جميع الأصعدة وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابته من خلال تسخير كافة إمكانياتها نحو بلوغ أهداف مسيرتها التنموية الشاملة وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم معالي السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعين لجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة زيارته لمملكة البحرين بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث رحب سموه بضيف البلاد متمنيا له طيب الاقامه والوفد المرافق له. منوها بدور الجمعيه العامه للامم المتحده في معالجه مختلف التحديات العالميه وسعيها للوقوف على افضل الحلول التي توفر فرصا افضل لمستقبل الجميع. لافتا سموه الى اهميه مواصله الجهود الساعيه لتعزيز الامن والسلام على الصعيدين الاقليمي والدولي بما يسهم في تحقيق الاهداف المنشوده. وخلال اللقاء جرى مناقشه ابرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون على المستوى الدولي من اجل التصدي لجائحه فيروس كورونا اضافه الى استعراض اخر المستجدات في مختلف المجالات من جانبه أعرب رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمنظمات الدولية على كافة الأصعدة متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار